والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سورة تحريم آية 8. حديث في هذا اليوم عن دوام التوبة. الإنسان إن وفقه الله وتاب إلى الله توبة نصوحة. آيات والروايات تقول كيوم ولدته صفر ما عنده شيء. خش مرحلة وصل. ولكن المهم كيف يستطيع أن يداوم ويحافظ على التوبة. خطيته ورمد رجع على وقع. شنو المشكلة؟ النقطة التي نريد نبحثها أنه ماذا نصنع حتى تدوم توبتنا؟ ماذا نصنع حتى تدوم توبتنا؟ طبعاً أولاً الدوام القطعي ما موجود. الدوام القطعي ما موجود. الدوام القطعي إذا موجود عند المعصوم بس. أما عندنا ما موجود دوام قطعي، ولكن أكو طرق يذكروها العلماء. أكو طرق يذكروها العلماء القدامى أو يسمونهم الكلاسيكيين. أكو طرق. أكو طرق يذكروها العلماء المحدثين متأخرين من العلماء. هذه تقرب لك نسبة، يعني تعطيك فد نسبة الالتزام بها. الطريق الأول أخرها أجلها، الطريقة الثانية ناخذها. هذه تعطيك فد نسبة مئوية يعني قطعية ما توصلك 90 80 70 حسب اتباع مقدار اتباع هذا السير. قد ما تتبعه بالدقة الإنسان يتوفق أن يداوم على توبته. ليش؟ شنو الإشكال؟ ليش أنه قطعاً ما يصير؟ بغض النظر عن تجربتنا بالحياة، بغض النظر عن هاي، لأنه شفنا كثير من الناس المؤمنين المتقين انحدروا وراحوا إلى أسفل السافلين. عندنا بالقرآن الكريم يذكر مصداقين إلى ناس إلى مخلوقات وصلوا. أول واحد إبليس. إبليس الذي يقول أصبح معلما للملائكة، سقط أسفل السافلين. من معلم إلى الملائكة لا ينزل أسفل السافلين. هذا واحد، هذا بالقرآن. ثانيا بلعم الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. تأملني، آتيناه آياتنا فانسلخ منها، سلخ، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. طبعا هاي المشيئة كنا نتحدث عنها بسابق. ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الأعراف 166. هذا عنده خبروية كبيرة، الله أعطاه الآيات، وصل إلى مقام ولكن أخلد إلى الأرض وهوى منتهى. خب إحنا ما عندنا عصمة، لا نستطيع أن تحصل لنا مكاشفة مثل مكاشفة إبليس ومستوى العلم الذي وصل إليه بحيث أصبح معلم إلى الملائكة والملائكة معصومين. وليس عندنا من ما بلعم من ما تحمله بلعم من آيات الله وانحدر. فإذا دوام قطعي ما عندنا،
عندنا نسبة مئوية، شلون نقدر نحافظ على دوام توبتنا؟ هذا السؤال. طبعا هذا يذكرون علماءنا، أكابر علماءنا، مثلا رحمة الله عليه السيد الخميني ذكره بأربعين حديث، فيض الكاشاني صاحب المحجة يذكره، حتى من غير المذاهب الغزالي هم يذكره في إحياء العلوم. مجموعة من العلماء يذكرون الطريقة الذي نستطيع بها أن نحافظ على توبتنا. هذا يا مبنى، مبنى طريقة العلماء المحدثين، احنا نتكلم عنها، فيش العلماء القدامى نجيها غير أيها. شنو الخطوات؟ احنا نذكرهن كفهرسة ونجيهن إن شاء الله وحدة وحدة نتابع بها. الخطوة الأولى يقولون المشاركة، أول خطوة مشاركة، ثانيا المراقبة، ثالثا المحاسبة، رابعا المعاتبة والمعاقبة. ذني معاتبة والمعاقبة، بعض العلماء يسوون مرحلتين، معاتبة ثم معاقبة. بعضهم مثل ما كثير من أساتذة الآن كنت أحضر عندهم يسوون مرحلة واحدة، وأكو فرق بيناتهم بالدقة. من واحد يرجع لكتبهم يشوف أكو فرق بيناتهم. هسه نجي مقدار فتشفت إشارات إلى المشارطة ونتدرج بها لنشوف وين نوصل. أكو قصص، أكو كثير من الأمثلة، نحاول أنه إحنا نختصر الموضوع بهذا اليوم ونكمل في الأيام القادمة. المشارطة شنو؟ على الأقل يقولون في اليوم مرة واحدة يشارط نفسه، والأفضل أن يسويها مرتين، واحدة أول الصبح واحدة أول الليل. هسه ما تقدر على اثنينهم، على الأقل واحدة في اليوم تقول أشارط نفسي. شنو المشارطة؟ هذني ثلاث خطوات بسيطة بس واحدة تفتين. أولا تقولها يا نفسي، مخاطبة للنفس، هذا يوم أتاك لن يعود عليك أبدا. قول صحيحة، هذا اليوم من حياتك، إذا واحد عمره 70 سنة هذا اليوم بعد ما يرجع أبدا، ما يرجع. عمره 70 سنة هذا اليوم نقص من عنده يوم إذا خلص. هاي واحدة. وهذا اليوم جزء، هاي الثانية، هذه دورية، هاي النقطة الثانية، وهذا اليوم جزء من رأس مالك، لأن التفت إلى التعليم، لأن رأس مال الإنسان عمره. ترى رأس مالنا مو فلوسنا اللي بجيوبنا، احنا مشتبهين. رأس المال عمر الإنسان. لو الآن يعطوك الدنيا على أنه تبذل عمرك ما يسوى. شنو قيمة الدنيا كلها يعطوك إياها وينقصون من عمرك إلى أن يصفروا، يقولك باكر تموت، شو تسوي بالدنيا؟ إذا واقع الأمر وحقيقة الأمر يعني رأس مال الإنسان عمره. وهذا اليوم، هذني المراحل التفت لي، أنه هذا اليوم جزء من رأس مال الإنسان الحقيقي، وهذا اليوم لا يعود علي أبدا. فإذا خسرت هذا اليوم بأي نوع من الخسران، فهذه خسارة لا تعوض. إذا عندك تجارة وخسرت بها بإمكانك أن تعوضها، بس إذا خسرت هذا اليوم من العمر ما يعوض. أكو رواية تجي بعدين إنه لكل ساعة مضمونها، تجي بعدين، لكل ساعة من عمر الإنسان كل يوم حطوا له 24 خزانة، هاي الخزانة يوم القيامة يفتحها من هذا اليوم، إذا رآها خير فرح، وإذا رآها شر استاء، وإذا رآها فارغة ما مسوي بها عمل صالح، ما مسوي بهاي الساعة عمل صالح تألم، لأنه ما أدى الوقت بها الصحيح. هذا يجي الكلام، بس المهم إن هذا اليوم إذا خسرته فهذه خسارة لا تعوض. فشكل لنفسه، فأشترط عليك يا نفسي أن لا تخسري هذا اليوم، لا تخسري من أول الصبح. أنا طيب هاي الشرط، هذه مقدمة. شوف المراقبة شلون واحد يخلون عليه كاميرا يتابع سيرته، يكون هو النفس مالته تراقب نفسه، انه هل عملت بالشر؟ هل هذه النفس تحسن العمل بالشر او لا؟
كنت فاقده، كنت تكون في حذر جدا في مراقبته. هذه مرحلة المراقبة. ثم المحاسبة. طبعا دلني جئت تفصيل به، أنا أعطيك هسه رؤوس النقاط. المحاسبة نفس الشيء، لأجل أن تعرف نفسك عملت بالشر أو ما عملت، أحسنت العمل بالشر أو ما عملت، أو ما أحسنت العمل بالشر. الروايات في المحاسبة كثيرة، ليس منا، أشوف انتبه إلى منا، ليس منا من لم يحاسب نفسه يوم، كل يوم، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. وعندما نجي في بحث المحاسبة، مضمونها، مضمون الرواية اللي يجي أنا أحكي على السريع أذكرها لكم، يقولون يوم القيامة اللي حاسب نفسه لا يحاسب يوم القيامة، لأنه بالدنيا هو أدى الحساب له، ما يحاسب. يأتي على طبق من نور، الخلائق واقفة مزدحمة، منتهي عناقهم منشدة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى المؤمن في وجه في شو اسمه، ولكن هذا النوع من المؤمن يمر على طبق من نور ويدخل مستقيم إلى الجنة، يروح قبل إلى الجنة. ليش؟ لأنه حاسب نفسه في الدنيا. هذا اللي ثلاث نقاط هسه. إحنا هنا نوقف شوي. لو الإنسان عمل بهذين الشرطين ووصل للمحاسبة، حاسب نفسه، ولكن ما اجى لا بالمعاتبة، لا جاء، لم يجئ بالمعاتبة ولا بالمعاقبة، هنا المحاسبة بها ضرر أكثر من النفع. إذا توقفنا عند المحاسبة وما وصلنا النفس إلى المعاتبة والمعاقبة، هنا المحاسبة بها ضرر. ليش؟ لأن النفس تكسر طوق، هذا الطوق اللي قيدناها احنا وردناها تلتزم انكسر عندها، صارت لا أبالية، بعد ما ينفع وياها شيء. فالإنسان الواجب عليه أن شنو؟ ينتقل ويكمل المسيرة إلى المعاتبة والمعاقبة. المعاتبة، شوف، التفت إلى القرآن الكريم شو يقول؟ الله يقسم بالنفس التي تعاتب نفسها. شنو القسم؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه النفس اللوامة، النفس التي تعاتب نفسها، هي لوامة رغم أنها كثيرة الخطأ. نفس اللوامة كثيرة الخطأ، وكل ما يصدر من عندها خطأ تلوم نفسها، تلوم. هذه عزيزة عند الله، هذه النفس وإن كانت كثيرة الخطأ ولكنها عزيزة عند الله، لذلك الله يقسم بها، ولا أقسم بالنفس اللوامة، على الرغم كثيرة الخطأ ولكنها عزيزة على الله، لأنها عندما تسقط تطلع عن الجادة تلتفت، وإذا التفتت ألامت نفسها، ما وصلت للمعاقبة، ما وصلت للمعاقبة. هذه النفس أيضا نفس عزيزة عند الله سبحانه وتعالى. نجي إلى المعاقبة. شلون الإنسان يعاقب نفسه إذا بعد ما شرط على نفسه وما أدى الشرط، ما مشى بالطريق الذي رسمه هو إلى نفسه؟ فيجب أن يعاقب نفسه. كلام لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة: إن استصعبت عليه نفسه فيما يكره لن يعطيها سؤلها فيما تحب. إذا شاف واحد نفسه جرت إلى المعاصي، يعاقبها ما يعطيها من الذات، النفس تريد من الذات أم نحن من الذات؟ إذا واحد صعبت عليه نفسه وشافها ما تجي ويا ضمن الشروط، وضمن الشروط اللي وضعها على نفسه، لازم يعاقب نفسه. شنو المعاقبة للنفس؟ من أروع المعاقبات للنفس أن تمنحها من الذات، لأن النفس تريد من الذات. أيمتنا هذه النقطة نوقف عندها، أنا أخذ مثالين أو قصتين أو قصة واحدة وأنهي الحديث ونكمل إن شاء الله. أئمتنا علمونا على منهج المن للمعاقبة. أئمتنا خلونا منهج المعاقبة. ومو أعداء، نقول في الطرف الثاني من غير الأئمة السيرة الموجودة وضعوا منهج لمعاقبة النفس. هم يقولون بهذا، يقولون تشرط و تراقب
وتعاتب وتحاسب نفسهم في غير مذهب أهل البيت. وضعوا منهج أيضا للمعاقبة. إحنا نحاول لأن هم اثنينهم يعني شلون تعبر عن العرفان الصحيح والعرفان الباطل، أو عبر عن التصوف إذا للمسامحة، تصوف صحيح سيرة أهل البيت كسيرة الإمام زين العابدين سلام الله، والتصوف الباطل. بس لا تعبر هذا التعبير، مدرسة أهل البيت في هذا الجانب لازم نسوي مقارنة ونشوف. وأنا أخذ لك أمثلة من كتب ومن قمة علماء، والقسم الثاني من غير مدرسة أهل البيت شلون يعاقبون النفس إذا أخطأت. القصة الأولى أذكرها ويمكن أختم الحديث. القصة الأولى بها ثلاث جوانب، بها ثلاث حيثيات. الحيثية الأولى من القصة نستفيد منها معجزة من معاجز الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هاي النقطة الأولى بها. وإحنا مو حديثنا بهذا بس تجي ضمن القصة. الجانب الثاني من شو اسمه هم مو حديثنا بكفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. إذا أكو سلطان جائر وإنسان مؤمن يريد يعمل مع هذا السلطان الجائر، وطبعاً لفظة السلطان الجائر لا نقصد بها بس الظالم، الظالم بكل أنواع الظلم، حتى هذا الذي حقوق الناس يأخذها ويحطها بجيبه أو يحطها بجيب أقاربه هذا هم ظالم. شنو الفرق عن الظلم؟ شنو؟ كل أنواع الظلم. هذا من أعمل وياه، هذا مو جائز بالشرع، ولكن يجوزون في هاي الحالة أنه كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. هذه يجوزونها، ونجي للقصة ونلتفت إلى هذه النقطة. وإحنا حديثنا مو بهذه النقطة، حديثنا بالنقطة الثالثة وهي كيفية أن يربي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أصحابه والمؤمنين، شلون يربيهم حتى ننتقل بعدين إلى تربية غيره. المهم النقطة الثالثة، يقولون أن علي بن يقطين كان وزير المن لهارون الرشيد، وهارون معروف ب يعني من الطغاة وأعنف الطغاة من العباسيين. يا ليت جور بنو مروان عادلنا وليت عدل بني العباس بالنار. إيش قد المروانيين الأمويين حقراء أجلكم الله، وإيش قد ظلمة، ولكن العباسيين فاقوا هؤلاء، وهذا هارون من طغاة العباسيين. الإمام الكاظم طبعاً علي بن يقطين متدين ومؤمن، ومن إجا للوزارة راد ينسحب، يعني أفتى الإمام به، الإمام موسى بن جعفر قال يا ابن رسول الله مولاي أنا راح أطلع من هالشغلة، الإمام أجاز له قال أبقى بمكانك حتى ينتفعون إخوانك المؤمنين بيك بوجودك. فهو بقاء بالوزارة بأمر من الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. هذا علي بن يقطين يقول سافر إلى المدينة بس لزيارة النبي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو للحج، وراح للمدينة وجاء إلى الإمام موسى بن جعفر، طرق الباب، الإمام ما سمح له يدخل. علي بن يقطين مؤمن ومتدين وبقائه بالوزارة بإذن الإمام، ما يسمح للإمام، ليش؟ من السبب؟ استصعبه علي على نفسه، استصعب هذا الحالة، ما عصى الله في شيء. هو يقولون هذا جزاء له، هذا لأنه بنفس السنة هو الحج بيها إجالة إبراهيم الجمال، هذا رجال جمال يعني يأخذ الجمال يكاريها يودي حمل نقل، مثلا يأخذ الجمال للمكار، يسمونه مكاري، مكاري مشاري احنا بتعبيرنا العام، هذا إنسان عادي ولكنه مؤمن. هذا رجل إجا بحاجة إلى علي بن يقطين، عنده حاجة علي بن يقطين، علي بن يقطين باعتباره وزير ومشغول بالوزارة ما أذن إليه، ما طائب إليه، ما أذن إليه، رجع متألم. فبنفس السنة راح علي بن يقطين زيارة إلى قبر النبي، ومر على بيت الإمام موسى بن جعفر. فالإمام سلام الله عليه ما إذن له، استأذن الإمام ما إذن له. يقول فرأى الإمام في مكان آخر مو بيته،
ماذا يسأل في المدينة قبر النبي في مكان؟ لا لقد قال له سيدي لماذا حجبتني؟ أنت ليش حجبتني؟ فقال عليه السلام حجبتك لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمار. أنت حجبت هذا أخوك جاك شغلة وأنت ما سمحت له أن يدخل، أنا هم حجبتك عنه. فقلت من قلت؟ علي بن يعقوب. فقلت سيدي ومولاي من لي وإبراهيم الجمال في هذا الوقت؟ أصلا إحنا بالمدينة إبراهيم الجمال بالكوفة إيش راح أسوي؟ فقال الإمام سلام الله عليه، التفت شوف التربية، فقال له الإمام أبى الله أن يشكر سعيك، يعني لا حجك مقبول ولا زيارتك للنبي مقبول، أو يغفر لك إبراهيم الجمال. وأنت مخير منه، لو تريد هاي أعمالك الله ما يقبلها، لو إبراهيم الجمال يغفر لك. فقال سيدي ومن لي وإبراهيم الجمال في هذا الوقت؟ سوي لي في الطريقة. فقال عليه السلام إذا كان الليل فامضي إلى البقيع وحدك، مو تجيب هاي حاشيتك وزمرتك وش اسمه، وحدك من غير أن يعلم بك أحد، واركب نجيبا هناك، نجيب فرس، قال له تلقى لك نجيب هناك بسرج ركبه وروحي. فجاء إلى البقيع ليلا ووجد النجيب وركب. طبعا لنا هذا بيان لمعجزة من معاجز الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يعني مو كلامنا بهذا بس هذه واضحة من معاجز الإمام موسى بن جعفر. يقول وفي نفس الليل وفي نفس الساعة رأى نفسه وصل إلى بيت إبراهيم الجمال في الكوفة. صلوا على محمد، صلى على محمد وآل محمد. فقرع الباب، قال من في الباب؟ قال أنا علي بن يقطين حج إبراهيم الجمال. وما يصنع علي بن يقطين ببابي؟ شو يسوي؟ وزير وين؟ جال حافل علي بن يقطين وزير داق نص الليل بابي شيرين. شوف هذا مسألة شلون مسألة إنسان يربي نفسه. فقال علي بن يقطين يا هذا إن أمري عظيم، وضعي عظيم. شوف إنسان المؤمن حتى لو بأي رتبة يكون يبقى مؤمن، يبقى السير والحياة كلها تنطف إيمان، كل إيمان. وآلى عليه أن يأذن له، آلى يعني قسم عليه إذن لي خلنا ندخل. علي بن يقطين قسم على إبراهيم الجمال، قال أقسم عليك بس دخل. فأذن له إبراهيم الجمال فدخل. قال علي بن يقطين يا إبراهيم إن المولى، يعني علي موسى بن جعفر الكاظم سلام الله، أبى أن يقبلني أو تغفر لي. حكى له القصة كلها وقال له المولى أبى أن يقبلني أو تغفر لي. فقال إبراهيم نعم يغفر الله لك. خلاص جاء متحمل هالأعتباء، غفر الله، أنا غفرت قبلت. فقال علي بن يقطين هذا مو كافي، هذا غير كافي، آلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمال أن يطأ خده. قال أنا خلي خدي على الأرض وأنت خلي رجلك على الخد. ما يقبل أولا وزير، هذا رجال فقير بعدين جاي متندم مو متعمدها، ولا علّه منع ماله جزء مو متعمده لأنه مشغول بالوزارة. امتنع إبراهيم فآلى عليه ثانيا، يقول ففعله هجي. ولم يزل، شوف هنا النقطة، ولم يزل إبراهيم يضع خده وعلي بن يقطين يقول اللهم اشهد. لاحظ أنت وزير وبهذه الرتبة ولكنه يجي إلى هذا الإنسان البسيط وهجي يفعل في سبيل يغفر له اللهم اشهد. ثم انصرف وجاء إلى نفس النجيب إلى الجواد وأناخ في نفس الليلة بباب موسى بن جعفر عليه السلام فأذن له ودخل عليه فقبل. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هاي وقيس، من هاي وقيس إحنا إيش قد نقدر أن نحافظ على
هذا السير والسلوك. قصة واحدة قصيرة أنقلها لك في تأديب النفس مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واختم الحديث. القصة هذا مضمون مصادر عندي طبعا، يعني المصادر مطيب مصادر. رجل من الأنصار يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستظل بظل شجرة في يوم شديد الحر، النبي قاعد يستظل جوا شجرة يوم شديد الحر، إذ جاء رجل، ما يدري النبي قاعد، إذ جاء رجل ينزع ثيابه وجعل يتمرغ في الرمضاء، نوبة يكوي ظهره، حر المدينة وبالصيف شديد الحر، نوبة يكوي ظهره، نوبة بطنه، نوبة جبهته، ويقول يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم من ما صنعت بك. هسه شو مسوي هو؟ ما مذكور بالرواية شو مسوي، بس هذا الذي أمام رسول الله، الله قاعد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جوا الشجرة ويباوعده، وهذا نزع ثيابه وتمرغ بالنوبة بطنه، نوبة ظهره، نوبة جبهته، ويقول ذوقي فما عند الله أعظم من ما صنعت بك. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر ماذا يصنع، وبعد ذلك قام ولبس ثيابه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى وقال يا عبد الله رأيت، لقد رأيت ما صنعت شيئا، ما رأيت أحدا صنعه، شفت فد شيء تسويه ما شايف أحد مسويه. فقال الرجل فما حملك على ما صنعت، ليش تسوي؟ فقال الرجل حملني على ذلك مخافة الله، أنا خايف من الله، جيت أدفن نفسي بهاي الطريقة حتى بعد ما أرجع إلى هذا الذنب الصدر مني. هسه هو ما بينه بالرواية، ما بين شنو الصدر مني. فقلت يا نفس ذوقي فما عند الله أعظم من ما صنعت بك. فقال النبي، شوف التفت إلى مقالة النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد خفت ربك حق مخافته، وإن ربك يباهي بك أهل السماء. هذا هو شنو كان حقيقته؟ حقيقته كان رجل عاصي، حقيقته كان عاصي، ولا ليش يجد بنفسه؟ ولكنه تاب إلى الله توبة نصوحة، ومع التوبة النصيحة إجا يأدب نفسه، إجا يوبخ نفسه. النبي صلى الله عليه قال له أنت وصلت إلى مقام لقد خفت ربك مخاف حق مخافته، وإن ربك يباهي بك أهل السماء، يباهي بك أهل السماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يا معشر من حذر ابنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم دنوا، يعني هذا صار مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فدنوا منه فدعا لهم وقال اللهم اجمع أمرنا على الهدى واجعل التقوى زادنا، اجمع أمرنا على من؟ على الهدى واجعل التقوى زادنا. هذا من إنسان عاصي تحول بتأديب النفس وبالتوبة إلى ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول لي يباهي بك أهل السماء، يباهي بك الملائكة، وقال لأصحابه إنه من صاحبكم حتى يدعو لكم. فإحنا واقعا النفس أمارة بالسوء، النفس تعصي، النفس تبتعد عن الله سبحانه وتعالى، الجدير بنا أنه نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونراقب نفسنا ونعاتب نفسنا ونحاسب هذه النفس حتى نمشي بالجادة الصحيحة. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.